Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good morning, everyone. My dear friends, first here, this is your fifth lecture, criticism, your online fifth lecture. I miss you so much. And how are you? I hope this video finds you doing well. Last time, we stopped at the point of defining what is the meaning of a tragic hero according to Aristotle, and now we understand what is the meaning of a tragic hero according to Aristotle, and we also understand the certain few points about the certain good characteristics that must be available in the character of the tragic hero in order to be judged or to be classified as a tragic hero according to Aristotle. Anyway, احب برضو ان انا زي المره اللي فاتت اديكوا بعض الحاجات بسيطه كده in Arabic عشان يعني لو في حد مش فاهم الجزئيه دي يقدر يستوعبها كويس. المره اللي فاتت احنا اتكلمنا على التراجيك هيرو ومفهوم التراجيك هيرو ايه هو عند ارسطوطل كجزء من تعريفه او كجزء من دراسته وتحليله للتراجيدي. عرفنا المفهوم ايه هو، عرفنا مفهوم التراجيك هيرو ايه هو، له تعريف محدد ان هو حد بينتمي الى عائله كويسه، مواصفاته كويسه، يعني نوبل مان. النوبل مان ده في فلو او ديفكت معين في الكاركتر بتاعته هي اللي بتؤدي الى انهياره وبتؤدي الى انه to fall down زي ما بنقول. In addition ان مش اي حد زي ما ارسطوطل قال لنا could be called as a tragic hero، لا، لازم التراجيك هيرو ده يكون حد بمواصفات معينة اللي احنا قلنا عليها اللي هي دي: true to the self, true to the type, true to type, true to life and probable and yet more beautiful than the life. يعني حد character ممتازة، character اللي هي نقدر نقول عليها ده هيرو فعلا. طيب، فبيحصل عنده errors وبيحصل عنده defaults او problems في حياته بي bring his downfall. In addition ان لازم يكون الكاركتر ده واللي بيحصل له دي بت initiate عند الريدرز او الاودينس the pity and fear. دي كانت اهم حاجة احنا لازم نكون واخدين بالنا منها وفاهمينها واحنا بنعرف وبنفهم مفهوم التراجيكي. المرة اللي فاتت بقى وقفنا هنا قلنا ان we are going to analyze and study the character of Oedipus as a tragic hero according to the طبعا ال characteristics اللي بيحددها لنا Aristotle وازاي بنطبقها عليه. I told you again in I told you last time and you should read Oedipus as a whole or at least please revise a summary and remind yourself with the certain the different stages in the life of the character or the hero Oedipus اللي هو Aristotle be defines him in هو a tragic hero. طيب، هنلاقي ان دلوقتي ارسطوطل بيسيتس 6 بوينتس اور 6 كاركترستكس اوف ا تراجيك هيرو. طب ال 6 كاركترستكس اوف تراجيك هيرو دول علاقتهم ايه او متوزعين ازاي او ترتيبهم ازاي؟ لا، هم عباره عن 6 ديفرنت ترمينولوجيز. Each terminology أو هو each characteristic bit refers to a stage or one stage in the life of Oedipus. يعني مثلا لو احنا فتحنا مع بعض الماتيريال بتاعتنا وبصينا مع بعض على الفيجر أو الايمج اللي قدامنا دي، طبعا معمولة حاجة كده كوميك يعني سمبليفايد شوية. هنا Oedipus بيقول له، بتقول له ايه الكوين هنا؟ You will kill your father او سوري هو not the queen، ده هي الويتش او اللي بتقول له او بتدي له البروفيسي لو انتوا افتكرتوه الاحداث بالظبط. ف Oedipus attempts to avoid his fate better speaking to the oracle or to mind out out who is his parents، يعني who are his parents. هو مش عارف مين اهله وهو مش عارف هيحصل ايه، فبيبدا انه يسافر trying to solve the riddle وانه يقتل السفنكس وحاجات زي كده. يعني مش هندخل بقى في الديتيلز بتاعه المسرحيه، المفروض انتوا درستوها في الدراما. لكن لو بصينا هنا وقرينا مع بعض مثلا Oedipus unknowingly kills his own father the king through his own pride and then takes his place، هنلاقي ان دي one stage في البلاي. وبعد كده Oedipus goes from being one of the common men to becoming the king.
saying marrying his mother in the process without knowing. دي المرحلة التانية أو التالتة في ال time line بتاع ال history أو ال story of this play. طيب في كل صورة من الصور دي لو بصيتوا كده معايا هتلاقوا إن في هنا story، في هنا إيه حدث من اللي بيحصل في ال story أو في البلاي. أول حاجة هنا مكتوب إيه لو بصيتوا؟ هامارشيا، هوبرس، بريبيرشيا، أناجونيرسيس، نيمسيس، أند كاثارسيس. شايفين دي بقى الكاثارسيس دي هي المين جول والفاينل جول اوف ذا ديفينيشن او اوف ذا تراجيدي اكوردنج تو ارسطوطل. لما ارسطوطل بيديفاينز التراجيدي وجينا في الاخر قال له انها التراجيدي ترايز تو ريتش أو tries to achieve the catharsis of human، الخلاص، البروجيشن، الخلاص، و و و انها to reveal the mistakes، to reveal the sense of human. طيب لو رحنا بقى كده step by step وقلنا what does hamartia mean، وقبل ما ندخل حتى في الأجزاء دي وان احنا نعرف معنى كل واحدة ايه ونربطها بالانسيدنت بتاعها، كان عندنا ممكن يجي لي الـ في الكويستشن، او انتوا ممكن حتى تكتبوه مش لازم تبعتوه ولا حاجة، بس دي كـ كـ كالدراسة بتاعتكم، كالدراسة بتاعت لمذاكرتكم، فممكن ان انتم يعني تكتبوا الاسي ده وتذاكروه، اللي هو بيقول discuss the different characteristics of the tragic hero in Oedipus او King Oedipus في البلاي. فاكتبوا الاسي ده، ولازم يبقى كل مرحلة او كل مرحلة من الستوري مكتوب عليها الكاركترستكس بتاعتها. طب ده اجابته فين؟ الاجزاء اللي جاية بقى دي كلها هي اجابته. اول واحده هنا بيقول لي الهامارشيا، ايه تعريف الهامارشيا؟ والهامارشيا هنا دي ممكن تجي لي في الشورت نوت كويستشنز، اللي هو السؤال اللي بيقول لي رايت شورت نوت اون، ادي اول واحده هي منهم. هامارشيا ايه؟ هامارشيا اندرلاين personal error in a protagonist's personality that brings about his tragic downfall، underlying كلمه tragic downfall دي in a tragedy. This defect is in a hero's personality is also known as a tragic flaw. يبقى هي الهامارشيا، الهامارشيا دي عبارة عن personal error. ال personal error دي بتكون هي سبب ان انا اشد سهم كده، ان هي the main reason that leads to the tragic downfall للهيرو. طيب ال personal error دي بسميها ايه؟ بسميها the tragic flaw. يبقى الكاركتر التراجيك هيرو عنده بيرسونال ايرور، البيرسونال ايرور دي از كولد تراجيك فلو، اند ذس ليدز تو ذا تراجيك داون فول. مكانها فين في البلاي؟ موجود عندكم في الماتيريال هول، اكزامبل متاح قدامنا. ارسطوطل يوزد ذا وورد ان هيز بويتكس، الكتاب بتاعه، وير ات از تيكن از ا ميستيك اور ايرور اندرلاين ان جادجمنت. The term involves the wrongdoings which may be accidental or deliberate. On the classical hamartia examples, hero he wants to achieve something, but while doing هو عايز يحقق حاجة، اللي هو أصلا كان أودبس from the common people، he wants to achieve something a goal in his life. While doing this goal بقى حصل له ايه؟ he commits an international or accident and intentionally as if intentional or accidental error and ends up achieving exactly the opposite with the disastrous result. Disastrous result دي اللي هي ايه؟ his tragic downfall، ال error بتاعته او ال tragic flow. Such a downfall is often marked by a several for fortune. طيب المرحلة اللي بعد كده بقى، لو احنا رجعنا هنا رسم الهوبرس. طيب الهامارشيا كانت ايه؟ ان هو عنده الويتش جت قالت له بروفيسي، يعني نبوءة، فقالت له you will kill your father and sleep with your mother، you will marry your mother، لكن هو he attempts to avoid، هي دي بقى تراجيك فولو، لان هو ما سمعش كلام الاوراكل، لكن he attempts to avoid his fate after speaking to the oracle to find out who his parents are. فبتوديني بقى فين؟ للبرايد، الغلطة بقى، الكارثة، الديزاستروس، الهوبريس. يبقى الديزاستروس اللي هنا ده الهوبريس، اللي هي ايه؟ Oedipus unknowingly kills his father his own father the king through his own pride and then takes his place. طب نروح لها بقى، ايه هي الهامارشيا والهوبريس؟ A typical example of the hamartia in the tragedies is the
هوبرس اللي هي ايه underline excessive pride، في انانيه مفرطه، في غرور مفرط، and ego in a hero's character which ultimately brings his tragic downfall in tragedy. دي الكارثه بتاعته بقى، ان هو كان عنده excessive pride, excessive ego. He refuses to listen to the prophecy of the witch and he did mistake or he killed his father. In Greek tragedies, hubristic actions of an hero, a powerful possession causes his shame. ليه his shame؟ لأن في الآخر he felt this shame after killing his father and marrying his own mother and humiliation. يبقى دي هي الهوبرس. طب البربرشيا أو الريفرسال، طب لو رجعنا لها كده على الرسمة مرة تانية، البربرشيا ايه؟ اودبس goes from being one of the common men to becoming king, marrying his mother in his process without knowing. طيب ايه بقى البربرشيا دي او الريفرسال؟ it means the turning point, underline، لان هي دي بقى ايه؟ هي دي النقطة الفيصلية، هي دي ال point that upside down the play، هي اللي بتقلب لي الأحداث رأسا على عقب. in the drama after which the plot moves، هنا underline بقى بيحصل ايه؟ the plot moves steadily to its denouncement، للحل، لان خلاص اتعقدت وهتبدا بقى تتحول. It's discussed by Aristotle in the Poetics as underline، عرفها ارسطو بايه؟ the shift of the underline، the shift of tragic protagonist's fortune from good to bad. شايفين؟ from good to bad، هو الجود كان فين؟ ان هو بقى هو عنده he killed و solved the riddle وعمل العمل وده كله، لكن الباد بقى حصل ايه؟ هو بقى الكارثة اللي عملها اللي هو he killed his own father which is essentially to the plot end of tragedy. it's often ironic twist. ليه ironic twist؟ لان هو قال لي هنا ايه، عرفها قبل كده turning point، يعني ironic twist يعني الحاجة اللي هتقلب الاحداث اصلا على عقب. Sophocles Oedipus Rex when he I underline messenger brings Oedipus news about his parents that he thinks he will cheer him, but the news instead slowly brings about the awful recognition that leads to the Oedipus to the Oedipus's catastrophe. اللي هو كان مستني بقى يسمع، عمال يدور على يسمع اخبار كويسه عن his parents، لكن النيوز اللي جات له ما هيش نيوز that cheer him، لكن النيوز اللي جات له هي actually bring the awful recognition that leads Oedipus to his catastrophe. هي ديت اللي جابت له الأخبار السيئة، اللي بالتالي تحولت المرحلة دي من القصة إنها ironic twist، يعني the turning point، يعني reversal، أو باللغة اللي بتاعت أرسطوطل اسمها preparatia. طيب اللي بعد كده الانجونيرسز، ايه هي الانجونيرسز؟ يعني الريكوجنيشن. يعني ايه بقى ريكوجنيشن؟ نروح للرسمه مره تانية ونبص. دايما كده حتى في سنه من السنوات جبت لهم السؤال فيجوال كويستشن، يعني سؤال متصور، اللي هو جبنا الصور، جبت الصور دي، الصور دي متلخبطه يعني مش بالترتيب ده، والجزء اللي هو الكاركترستكس هو زي الهوبرس او الهامارش كنت مخبيه، وطلبت منهم طبعا سايب لكم، يعني انا جاي الصوره في الامتحان مكتوبه اودوبس unknowingly kills his own father الى اخره، الكاركترستك مخفيه، وطلبت ان انت تو ري ارينج الستوري مره تانية من الاحداث دي والصور دي، وتكتب على كل صوره منهم الكاركترستك المناسبه ليها. ده كان سؤال جه في سنة من السنين. طيب الانجونيرسيس حصل ايه بقى؟ after ان اودوس received the news that ان هو now he understand that the man that he killed was his father and the woman that he married او الكوين that he married was his mother. الانجونيرسيس معناها after several year and several children Oedipus realizes that he actually failed in his attempt to avoid his fate. fate ده اللي هو اصلا received منه فين؟ received عنده او هو عارفه منين؟ في الهامارشيا، اللي هو ارتكب غلطته في الهوبريس، وانه هو because of the excessive pride. طيب نروح بقى ليه الانجونيرسيس مكتوب عليها ايه؟ مكتوب عليها in a literary work the starting discovery that produces a change from ignorance to knowledge. اهو
تاني ذا ستارتلينج ديسكفري، هي دي عشان كده الاناجونيرسيس او الريكوجنيشن. الريكوجنيشن يعني الاعتراف او الاكتشاف بقى بالغلطه، انه هو هي ذا ديسكفري اندرلاين ذات بروديوسز ا تشينج فروم اجنورانس تو نوليدج، فروم اجنورانس تو نوليدج، يبقى تحولت الحكايه بتاعته من جهله بعدم معرفته للميستيكس اللي هو عملها بيكوز اوف هيز اكسسيف برايد، وانه هو he tried to avoid the prophecy but he unfortunately he failed doing that. It is discussed by Aristotle في كتابه طبعا ده. طب نيجي هنا الاكزامبل او الشرح بتاعنا. Sophocles' Oedipus Rex, when a messenger reveals to Oedipus his true birth and Oedipus recognizes his own wife Jocasta as his mother, the man he slew اللي هو he killed him at the crossroads طلع مين؟ his father. وهي himself a naturally sinner who brought misfortune on Phoebus. هو نتيجة اللي عمله ده هو اللي كان جاب البليج للمدينة، يعني هو سبب في كل الكاتاستروفي والديزاستر ايفنتس اللي حصل. This recognition is more artistically satisfying because it is accompanied by perpetua اللي هي reversal and the shift in fortune from good to bad that moves on the tragic catastrophe. طيب هنوقف عند النقطة دي النهاردة كده في lecture 5 على اساس تبداوا تذاكروا الاربع نقاط الاولانيه الفور الفيرست فور بوينتس او فور كاركترستكس من الايرورز بتاعته. حاولوا كل واحده يعني ممكن وانتم بتكتبوا الاي سي كل اتنين يجوا مع بعض مثلا في باراجراف واحد، و اتس انف ان انا اخد حاجه فيري بريف ان شورت كده 3 اور 4 لاينز اباوت ايتش وان اوف ذا كاركترستكس. وان شاء الله ان شاء الله المره اللي جايه باذن الله تعالى هناخد الاثنين ريست نشوف النقطة اللي بعد كده في التريانجل أو الـ different levels of tragedy عند أرسطوطل. I wish you good luck و try to keep yourself safe and stay at home. See you soon. Bye bye.